شو يا أمي؟ هاي صرنا لوحدنا، ها؟ سمية، شو؟ سأل حالك. والله من جهتي أنا ماني مساوي له شيء. ما هون المشكلة، مشان هيك جبتك لأفهم منك. هدي هدي أمي، شوفي شو القصة، شو صاير؟ لك مو حرام عليك؟ كيف بتهجرها هيك للمخلوقة ومسماي عليك مرتك بالاسم وبس؟ سبحان مغير الأحوال. أنت هيك عم تحكي وكأمي؟ إيه، لأنه الحق حق والظلم الله ما بيريده. حيواني شكت لك؟ هلا هذا يلي هامك؟ يا ابني يا حبيبي، يلي عم تعمله ما بيجوز من الله. هي مرتك وإلها حق عليك. حقي وحقه لبيي؟ بالله، هلأ بعد كل هالسنين جاية تحكي؟ آه، لك مو أنت يلي رحت برجليك وطلبت للبنت؟ قلي، حدا جبرك؟ ما بعرف، كلها على بعضها ما عجبتني. طيب شو مشكلتك معها بالضبط؟ احكي لي لشوف. ما مشكلة واحدة، أكثر من مشكلة. إذا مشان أبوها فهي قصة تانية، وإذا مشان عمايلها فالبنت مثل ما لك شايف ظبطت وعقلاتها ركزوا على مسؤوليتي. المشاكل أكبر من هيك بكتير. جبل، مريم مالك نصيب فيها، والماضي بدك تنساه وتشيله من راسك نهائيا. يا أمي يا حبيبي، حياتك وأنت أولى فيها، ومو بس أنت، والناس كمان يلي حواليك. يعني مرتك إلا حق فيك، وأنا من حقي شوف أولادك قبل ما أموت، وأنت من حقك يكون في عندك صبي يحمل اسمك ويشيل عنك بكبرتك. نحن لولاك شو كان صار فينا؟ وأنت كمان بكرة بتشوف أولادك واقفين جنبك. خلص يا جبال، تركيها على التيسير. الله يرضى عليك، لا تخانقها لأنه حكت لي، وفكر بكلامي وريح قلبي. ما تهكلي للهم، تصبح على خير. انت من أهله.